بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أحبائي وأعزائي طلاب الصف الخامس من مدرسة أكاديمية أطفال الرمثة النموذجية، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتواصل معكم في الحديث عن أحكام النون الساكنة والتنوين، وقد سبق وإن تعرفنا على النوع الأول من هذه الأحكام وهو الإظهار الحلقي. الإظهار الحلقي، وتعرفنا لماذا سمي هذا الإظهار بالإظهار الحلقي، وأيضا أخذنا حروفه وطبقنا عليه من خلال الآيات الكريمة. أخذنا أيضا النوع الثاني من أنواع أحكام النون الساكنة وهو الإدغام، وهذا الإدغام سميناه الإدغام الحقيقي. الإدغام الحقيقي لنفرق بينه وبين الإدغام الشفوي الذي سوف تأخذونه إن شاء الله في الصف السادس. الآن إن شاء الله رايحين نتعرف على النوع الثالث من هذه الأحكام وهو الإقلاب، وهو الإقلاب، وهذا الإقلاب يسمى أيضا الإقلاب الحقيقي، يسمى الإقلاب الحقيقي. أيضا النوع الرابع عندنا هو الإخفاء الحقيقي. الإخفاء الحقيقي، لنتعرف على معنى الإقلاب في اللغة، معنى الإقلاب لغة، معنى الإقلاب لغة. من اسمه إقلاب أي التحويل، التحويل. رايحين نشوف نحول ماذا إلى ماذا، نحول ماذا إلى ماذا من خلال تطبيق العمل لهذا الحكم. معنى الإقلاب، الإقلاب في اللغة التحويل. أما في الاصطلاح، أما في الاصطلاح ما معنى الإقلاب؟ الإقلاب هو نطق، هو نطق النون الساكنة أو التنوين ماذا؟ ميماً، ميماً. الحين نحط تحتها خط مع وجود، مع وجود الغنة. متى؟ متى؟ إذا جاء بعدها حرف الباء. متى؟ إذا جاء بعدها حرف الباء. نفصل التعريف. نفصل التعريف، هو نطق النون الساكنة، نطق النون الساكنة. إحنا نتحدث عن أحكام النون الساكنة والتنوين. هو نطق النون الساكنة أو التنوين ماذا؟ ميما. يعني بدي أقلب النون الساكنة أو التنوين ثلاث أشكال، فتح، ضم، كسر. شو بدي أعمل فيهن؟ بدي أقلبهن إلى ماذا؟ إلى ميم، إلى ميم، مع وجود الغنة. كيف أنطقها؟ مع وجود الغنة. متى؟ إذا جاء بعدها حرف الباء. بعدها يقصد بها النون الساكنة أو التنوين. هو نطق النون الساكنة أو التنوين ميما، مع وجود الغنة إذا جاء بعدها حرف الباء. معناته نستنتج من هذا التعريف أن حرف الإقلاب هو الباء، ولا يوجد حرف سواه، ولا يوجد حرف سواه. حرف الإقلاب هو حرف الباء. نطبق هذا الكلام على آية من الآيات الكريمة، نطبق على آية من الآيات الكريمة. يقول الله عز وجل: فاعترفوا بذنبهم. بذنبهم، اكتب الكلمة بس فقط، بذنبهم، بهم. تبوا يا خامس عندنا هون، نأتي على حرف النون. النون ما له هون؟ ساكنة. النون ساكنة، ها؟ جاء بعدها ماذا؟ حرف الباء زائد الباء. نون ساكنة جاء بعدها حرف الباء. ماذا يلفظ هذا الحرف؟ ميما، يلفظ ميما. كيف ألفظه؟ بذن، بذن. النون هاي تشطب، تلغى. بذن بهم، كيف رفضتها؟ بذن، بذن بهم. وين النون؟ حذفناها. ماذا استبدلنا مكانها؟ استبدلنا مكان حرف الميم، حرف الميم. كيف ألفظها؟ بذنبهم، بذنبهم، مع وجود غنة.
هذه الغنة مقدار حركتين، مقدار حركتين، كيف ألفظها؟ بذنبهم. ماذا أقول عن هذا الحكم؟ أقول إقلاب حقيقي، إقلاب حقيقي. مرة أخرى، هذه الكلمة بذنبهم، جاءت النون ساكنة، جاء بعد النون الساكنة حرف الباء، الباء من أي حروف؟ حروف الإقلاب، اللي هو حرف واحد للإقلاب. نون ساكنة زائد باء، يعني جاء بعدها باء، ماذا تساوي؟ تساوي ميم. هاي علامة الإقلاب في القرآن الكريم، علامة الإقلاب في القرآن الكريم. هسه رايحين إن شاء الله، رايحين إن شاء الله نشوف شلون بدي أرسمه فوق الحرف، أبدل النون بالميم، أبدل النون بالميم. بذنبهم، أصلها كانت نون ساكنة، بدلتها شطبتها، ماذا وضعت مكانها؟ وضعت حرف الميم. ماذا ألفظها؟ كيف ألفظها؟ بذنبهم. ماذا يسمى هذا الحكم؟ يسمى إقلاب حقيقي، يسمى إقلاب حقيقي. وهذا أقوى أنواع الإقلاب، أقوى أنواع، عفوا، أقوى أنواع الأحكام، لأنه استبدل النون أو التنوين بحرف الميم، بحرف الميم عندما جاء بعدها حرف الباء. هذا بالنسبة للإقلاب في كلمة واحدة بخصوص النون. نأتي ونأخذ مثال على وجود الإقلاب في كلمتين، وجود الإقلاب في كلمتين. فعندنا مثال عليم بذات، عليم بذات الصدور. كل ينتبه عندي، هنا يوجد تنوين ضم. ماذا جاء بعد تنوين الضم؟ حرف الباء. ماذا أفعل؟ ألغي تنوين وأقلبه إلى ميم. كيف ألفظها؟ عليم بذات الصدور، عليم بذات الصدور. كيف يصير لفظها؟ وين النون؟ التنوين انلغى. كيف بدلنا؟ بدلنا لميم، هاي ميم. عليم بذات الصدور، عليم بذات الصدور، عليم بذات الصدور. قلبت أو تحول التنوين إلى ميم، تحول التنوين إلى ميم عندما جاء بعده حرف الباء، حرف الباء. هاي بالنسبة للتنوين، وجاء بآخر الكلمة وجاء بعده حرف الباء. نأخذ كلمتين إذا جاء النون الساكنة، إذا جاء النون الساكنة، إذا جاءت النون الساكنة بعدها حرف الباء في كلمتين. أخذنا في كلمة زي بذنبهم، نأخذ في كلمتين. عندنا كلمة من بعد، من بعد، نون ساكنة جاء بعد حرف الباء، ماذا يساوي؟ يساوي ميم. كيف ألفظها؟ ألفظها من بعد، من بعد. هيك بصير لفظها مع وجود الغنة بمقدار حركتين، مع وجود الغنة بمقدار حركتين. لهون بتوقع انه واضح الحكم، الحكم هون واضح. نأتي إلى وجود أو علامة الإقلاب في القرآن الكريم، ذكرت قبل شوي اللي هو وجود ميم صغيرة فوق النون الساكنة أو التنوين. ميم صغيرة فوق ماذا؟ فوق النون الساكنة أو التنوين بثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع، فتح، ضم، كسر، فتح، ضم، كسر. أخذنا إذا بتتذكروا يا خامس، إحنا علامة الوقف في القرآن الكريم اللي هي الميم، هاي موجودة، هي لزوم الوقف، لزوم الوقف. وإذا بتتذكروا يا خامس قلت لكم هاي نسميها الميم بلا رجل، مقطوعة رجلها، شوفوا ما إلها رجل، هاي بسميها علامة الوقف. وماذا تعني؟ تعني لزوم الوقف. أما الميم هاي أم رجل، هاي بسميها علامة الإقلاب، علامة الإقلاب. يعني بس أشوفها فوق الحرف بتذكر إن هون بدنا نقلب النون الساكنة أو التنوين إلى ميم. وين توضع هذه؟ توضع فوق النون الساكنة أو التنوين. والتنوين يا خامس إذا كان موجود عندكم تنوين ضم أو تنوين فتح أو تنوين كسر، ماذا أعمل؟ أحذف واحد من العلامات وبضع ميم مكانها. يعني تنوين الضم إذا كان موجود عندنا نوع الإقلاب أو حكم الإقلاب نعمله هيك بالرسم، هيك
تنوين الفتح نفس الشيء، بنعمل علامة فقط للفتح، وعلامة الثانية شو بتكون؟ ميم، هي علامة الإقلاع في القرآن الكريم. بالنسبة لتنوين كسر أيضا نفس الشيء، كون علامة كسرة وعلامة إيش؟ الإقلاع في القرآن الكريم. هذا بالنسبة لموضوعنا لهذا اليوم، بتوقع أنه يكون مفهوم. بنلخص ما أخذناه، أخذنا أحكام النون الساكنة، أخذنا الإظهار الحقيقي والإدغام الحقيقي. اليوم أخذنا إن شاء الله اللي هو الإقلاب الحقيقي. ما معنى الإقلاب في اللغة؟ التحويل. أما في الإصطلاح هو نطق النون الساكنة أو التنوين ميما مع وجود الغنة إذا جاء بعد حرف الباء. قلنا حروف الإقلاب حرف واحد هو حرف الباء، حرف واحد هو الباء. أخذنا مثال على وجود الإقلاب في كلمة مثل كلمة أنباء وكلمة بذنبهم، أيضا وجود الإقلاب في كلمتين زي كلمة من بعد، وأيضا وجود الإقلاب اللي هو التنوين عليم بذات، عليم بذات. ذكرنا أيضا الفرق بين الميم أم رجل هاي اللي هي علامة الإقلاب في القرآن الكريم، والميم علامة الوقف في القرآن الكريم اللي هي الميم بلا رجل. هي ماذا تعني؟ لزوم الوقف، لزوم الوقف. أين توضع هذه العلامة لعلامة الإقلاب؟ فوق النون الساكنة أو التنوين بجميع أنواعه، تنوين ضم أو فتح أو كسر. بستغني عن حركة من حركات التنوين وبضع مكانها ميم صغيرة فوق الحرف، ميم صغيرة فوق الحرف. هذا بالنسبة لموضوعنا لهذا اليوم. بتمنى من الجميع أن يكون الدرس مفهوم، وبتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.